بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاق السادة. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف، حضرت صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، انطلاقا لهذا الشوط وهو شوط خاص بالحجاج الجعدان. انطلاقة سليمة وتحدي رائع في هذا الصباح الجميل. نسير بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى الاندفاع، أرى الاندفاع، وأرى بطاش، أرى بطاش من بطش بصدارة هذا الشوط. فاران بن عتيق بن قريع المري مع الاندفاع الأول، شاهين في المركز الثاني لعلي بن ناصر البخيته، الدور دور المركز الثالث، ننطلق مع ثالث المراكز. ومن الجانب الآخر شعار محمد بن أحمد العكوي العامري مع سلهود، ورابعا نتابع الأسد شعار محمد بن زايد المنصوري، النقلة التالية على المركز الخامس، نتابع حملول لسيب بن عنتر الغفلي من يتدخل على المركز الخامس. وسادس التحديات وسادس الانطلاقات أيضا لشاهين محمد بن بطحان بن سلطان المنصوري، ينطلق فيها لحظات مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نتابع الصدارة، نعود مع المقدمة مع التحديات والكوكبة، الكوكبة الثنائية مشاهدينا متابعينا الكرام. وبطاش، بطاش على الصدارة، بطاش على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي رائع، الانطلاق أيضا باين بصدارة هذا الشوط. شاهين في المركز الثاني، علي بن ناصر البخيتة يتدخل على ثاني المراكز، المركز الثالث هملول لسيب بن عنتر الغفلي، ولكن من الجانب الآخر شعار محمد بن بطحان بن سلطان المنصوري ينطلق في هذه اللحظات مع السلالة الشاهينية. خامسا نتابع الأسد شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، الندال الخمس المراكز الأولى، المسيرة التسير والتحديات، التحديات جميلة والتغييرات الذي أيضا طارت وجرت على المقدمة. نتابع البداية، نتابع صدارة هذا الشوط. ومن الجانب الآخر أرى هناك التحدي، أرى التحدي شعار محمد بن بطحان بن سلطان المنصوري، ينطلق مع شاهين، ينطلق إلى الصدارة مع التحدي الأول، ولكن هملول لسيب بن عنتر الغفري في المركز الثاني. ثالثا نتابع الأسد لمحمد بن زايد بخلفان المنصوري، ينطلق إلى المركز الثالث. رابعا نتابع شاهين لسعيد بن محمد بن هويمل العامري، ينطلق إلى رابع المراكز. خامسا أرى التحدي من سراب لعلي بن محمد بن سالم العفاري في أول ندى لسراب، اللي انطلق إلى المركز الخامس، وعين على الصدارة، عين على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، 1600 متر ما تبقى عن خط النهاية، والمنعطف الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع شاهين اللي انطلق إلى الصدارة، انطلق إلى مقدمة هذا الشوط. وسعيد بن محمد بن هويمل العامري يتابع انطلاق الشاهين، مركز مع هذا الأداء المتميز في هذا التحدي مع هذا السن، سن المفاجآت بالفعل، سن الأصغر، سن التنقيب عن الأصايل، سن الحجايج. يا سلام، شاهين على الصدارة، شاهين على مقدمة هذا الشوط. وسعيد بن محمد بن هويمل العامري مع الصدارة بالفعل. نتابع المركز الثاني، شاهين لمحمد بن بطحان بن سلطان المنصوري، ينطلق إلى المركز الثاني. ثالثا الأسد لمحمد بن زايد بخلفان المنصوري. المركز الرابع أرهني سراب لعلي بن محمد بن سالم العفاري، يتسلل وعينه عينه على الصدارة، المربع الذهبي اللي يحتضن
الجبل شاهين وشاهين، ومن الجانب الآخر الأسد وسراب. التحدي رباعي على مقدمة هذا الشوط مع الأمتار، مع الأمتار الأخيرة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. التحدي رائع، ولكن شاهين السلالة الشاهينية اللي تفرض وجودها بكل قوة على صدارة هذا الشوط. ولكن سراب بدأ يتسرب، عينه على الصدارة، ولكن شاهين صامد يرقص الرقص المعتاد على صدارة هذا الشوط. بالفعل التحدي رائع، الإثارة في الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين وسراب على مقدمة هذا الشوط، ولكن شاهين اللي صامد على المقدمة. شاهين سعيد بن محمد بن هويمل العامري، وصدرة الأوامر، صدرة التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام، سراب في المركز الثاني لعلي بن محمد بن سالم العفاري، والأسد الأسد الأسد الأسد. يا سلام يا سلام يا سلام، الله عينه على الصدارة، عينه على مقدمة هذا الشوط. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يعلن التحدي، يعلن الانطلاق، ولكن شاهين على الصدارة صامد بكل قوة على مقدمة هذا الشوط. تهانينا لسعيد بن محمد بن هويمن العامري على الأداء المتميز والعرض الجميل اللي قدمه شاهين لحظات الوصول إلى خط النهاية. في المركز الثاني محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الثالث سراب لعلي بن محمد بن سالم العفاري، المركز الرابع يصل فيه شاهين محمد بن بطحان بن سلطان المنصوري، والمركز الخامس محمد بن حمد بالعكوي العامري اللي هو سلهود. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني 6:19 36 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن هويمل العامري على فوز شاهين بالمركز الأول. تهانينا